السيسي يتبادل تهاني مع قادة العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي، ودار الإفتاء تعلن تبنيها لدعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني. رئيس النيجر يطالب بتدخل دولي في ليبيا، والحكومة الليبية تسيطر على حرائق خزانات النفط بميناء سدرة. الفلسطينيون يسلمون رسميا وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 17 معاهدة دولية أخرى. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة وبدايتها مع خالد حسيني. لك خالد. شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب الرئيس في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث الرئيس السيسي بتهنئة بهذه الذكرى العطرة إلى مسلمي مصر المغتربين في الخارج. يرأس وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماع لجنة موسعة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لدراسة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجديد الخطاب الديني. من جانبه، أعلن مستشار مفتي الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم تبني دار الإفتاء المصرية للدعوة التي أطلقها الرئيس لتجديد الخطاب الديني. وأكد نجم أن الدار سوف تشهد تطورا كبيرا في المرحلة القادمة بهدف تحقيق أعلى درجات التواصل الفعال مع جميع المتعاملين معها لتقديم مزيد من الخدمات الشرعية والإفتائية بصورة عصرية تناسب الواقع. أسفرت الحملة الأمنية الموسعة في جنوب الشيخ زويد ورفح عن إلقاء القبض على 15 مشتبها فيهم وتدمير 9 بؤر إرهابية وثلاث دراجات نارية يستخدمها التكفيريون في عملياتهم الإرهابية، بالإضافة إلى التحفظ على سيارتين بدون لوحات لفحصهما. من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمني عن تعرض كمين أمني بمنطقة الماسورة غرب رفح والواقع على الطريق الدولي العريش رفح لهجوم بالآر بي جي من مجهولين دون أن يسفر عن إصابات. طلب وفد أبناء الجاليات المصرية الذي قام بزيارة لموقع حفر قناة السويس الجديدة، طلب بتنظيم زيارات مستمرة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى موقع حفر القناة. كان الرئيس السيسي قد عقد لقاء ضمن فعاليات مبادرة أنت في عيوننا للمصريين بالخارج والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وأكد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من خبرات ومقترحات أبناء مصر في الخارج. ثروة بشرية تنتظر تفجير طاقتها والاستفادة من مهاراتها لتحتل دورها في بناء مصر المستقبل. هؤلاء هم أبناء جاليات مصر في الخارج الذين التقاهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة في تاريخ الرئاسة المصرية. فالرئيس السيسي أنا له شخصية جاذبة لاحتواء الخلافات وتفتيتها وجمع الشمل وتظافر الجهود وتكاملها بصورة رائعة. شباب الجاليات أعربوا عن سعادتهم بلقاء الرئيس والاهتمام المكثف بهم وخلق فرص لممارسة أدوارهم المستحقة على مسار التنمية. شبابنا دلوقتي شباب عظيم، شباب ناجح في الخارج. بهذه الزيارة الخاصة واللقاء مع السيد الرئيس خلى كل شباب مصر هيتصارع لحب مصر. محتاجين ننشئ حاجة تكون فيها همزة تواصل بين الأبناء الجالية في الخارج وفي مصر، وبننادي بحاجة زي مثلا ممثلين لوزارة الشباب تجينا دايما على مدى مراحل كده بحيث ان احنا نتواصل معاهم. وطن واحد يجمع أبناءه في الداخل والخارج على هدف واحد، وهو بناء مصر المستقبل وإعلاء المصلحة الوطنية دون تحزب أو انقسام.
التواصل المطلوب بين أبناء مصر في الخارج ووطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية الطموحة باتت أهدافاً أساسية ترمي لتحقيقها كافة مؤسسات الدولة تنفيذاً لإرادة سياسية ظهرت جلية في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء الجاليات المصرية بالخارج وتأكيده على ضرورة الاستفادة من طاقتهم لخدمة وبناء مصر. أمل صبري، النيل. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم طقسا شتويا باردا على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدلا جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى الدلتا وقد تمتد إلى القاهرة. وتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، مشيرين إلى أن الرياح ستكون في أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط. أعلن بيان للديوان الملكي السعودي أن الملك عبد الله بن عبد العزيز يعالج من التهاب رئوي في مستشفى بالعاصمة الرياض وأن حالته مستقرة. وأوضح البيان الملكي أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود التهاب رئوي استدعى وضع أنبوب مؤقتا لمساعدته على التنفس. كان بيان سابق للديوان الملكي قد أعلن دخول الملك عبد الله لمستشفى لإجراء فحوصات طبية. قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إنه حان الوقت أن يعالج المجتمع الدولي عدم الاستقرار في ليبيا، لكنه لم يصل صراحة إلى حد تأييد التدخل العسكري الذي دعت إليه قوى إقليمية في منطقة الساحل مثل النيجر ومالي والسنغال. تزامنا أعلنت الحكومة الليبية التعبئة الشاملة لمواجهة الميليشيات المتشددة، وذلك بعد مقتل 14 جنديا في هجوم شنه مسلح تنظيم داعش بحسب ما قالت السلطات. في الوقت نفسه أعلن الجيش الليبي أنه تمكن من السيطرة على شارع الحجاز في منطقة الليثي بمدينة بنغازي، مؤكدا انتشار قناصة فوق المباني الواقعة خارج نطاق سيطرة الجيش. صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية سوف تؤثر على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية. كان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد أعلن أن الوفد الفلسطيني سلم وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي والمؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 17 معاهدة دولية أخرى. معركة دبلوماسية جديدة يخوضها الفلسطينيون في كفاحهم لنيل الاستقلال وبناء دولة، حيث تسعى السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة، الأمر الذي يعد خطوة ستمكن القيادة الفلسطينية من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وستفتح ملفات إرهابية وجرائم عسكرية لقادة الكيان الصهيوني تمهيدا لمحاكمتهم. ويؤكد الخبراء أن تلك الخطوة تحت مظلة الشرعية الدولية، قد أوقعت إسرائيل والولايات المتحدة في حرج بالغ أمام الرأي العام العالمي، حيث اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية وها هي البرلمانات الأوروبية تناقش الاعتراف بها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حض المحكمة الجنائية الدولية على رفض طلب الفلسطينيين الانضمام. نحن نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية رفض طلب السلطة الفلسطينية، أولا لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإنما كيان مرتبط بمنظمة حماس الإرهابية والتي ارتكبت جرائم حرب، ثانيا لأن إسرائيل دولة قانون ولديها جيش يعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي، سوف نحمي جيش الدفاع الإسرائيلي لأنه هو من يحمينا. حركة حماس أعلنت تأييدها لتلك الخطوة واعتبرت توقيع عباس طلب الانضمام إلى المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح. الخطوات السياسية الفلسطينية تأتي في حين تتواصل الاعتداءات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية، فقد رفضت طلبات الالتماس التي تقدمت بها 4 عائلات فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة ضد أوامر هدم عقابية لمنازل فلسطينيين شاركوا في تنفيذ هجمات في القدس.
قتلت قوات الأمن العراقية عددا من مسلحي تنظيم داعش، بينهم أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غربي العراق. كانت القوات العراقية قد نفذت عملية استباقية على أحد مقار عصابة داعش في منطقة التأميم وسط مدينة الرمادي، قتل خلالها القيادي في التنظيم سلام عبيد العلياوي. من جهة أخرى، حررت قوات مشتركة من العشائر السنية وقوات البشمركة الكردية منطقتين تقعان بين محافظتين نوى وكركوك شمالي العراق، ووصلت إلى الطريق الدولي الرابط بين المحافظتين بعد هزيمة عناصر تنظيم داعش. نتحول إلى سوريا، حيث بدأت المعركة في مدينة عين العرب السورية تصب في صالح القوات الكردية التي تقاتل تنظيم داعش مدعومة بغارات التحالف الدولي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما نجحت قوات البشمركة التي تقاتل أيضا في مدينة عين العرب في الآونة الأخيرة في التقدم في المناطق حول بلدة سنجار، فضلا عن نجاحها في فتح ممر آمن لمساعدة آلاف من عائلات الأيزيديين في جبل سنجار. على مدار الشهور الماضية، وقعت مدينة عين العرب السورية المعروفة كرديا بكوباني فريسة للتنظيم داعش الإرهابي الذي يضيق الخناق على تلك المدينة الكردية منذ أواخر سبتمبر الماضي. المدينة الاستراتيجية الواقعة على الحدود السورية التركية تشهد معارك عنيفة بين مقاتلي الأكراد المدافعين عن مدينتهم بدعم من قوات التحالف الدولي ضد داعش، وبين مسلحي التنظيم الإرهابي الذين يسعون للسيطرة على المدينة. مسلحو داعش الذين ينتشرون في عين العرب يزعمون أنه رغم غارات التحالف الدولي على مواقع التنظيم فإنها لم تمنعهم من مواصلة القتال في المدينة. على الجانب الآخر، تؤكد قوات الأكراد المقاتلة في المدينة أنها تمكنت من السيطرة على نحو 70% من مدينة عين العرب. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات الكردية باتت تسيطر على وسط المدينة وعلى الأجزاء الجنوبية منها. كما نجحت أيضا قوات البشمركة التي تقاتل تنظيم داعش أيضا في مدينة عين العرب، نجحت في الآونة الأخيرة في التقدم في المناطق نحو بلدة سنجار، فضلا عن نجاحها في فتح ممر آمن لمساعدة الآلاف من عائلات الإيزيديين المحاصرين في جبل سنجار. وفي غضون أسابيع قليلة، تحولت مدينة عين العرب من مدينة أثرية يعتز بها الأكراد إلى قضية حازت اهتمام العالم، عندما باتت تمثل تحديا رئيسيا لاستراتيجية التي ينتهجها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم داعش. ونبقى في سوريا، حيث قتل 19 مدنيا على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 32 آخرين في سقوط قذائف على أحياء واقعة تحت سيطرة قوات النظام في مدينة حلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. في غضون ذلك، أفاد المرصد بمقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من قوات النظام في اشتباكات مع جبهة النصرة في حي جوبر شرقي العاصمة دمشق. كان المرصد قد أعلن أن عام 2014 شهد مقتل أكثر من 76 ألف شخص خلال الحرب، موضحا أن من بين القتلى نحو 18 ألف مدني. مدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة لثلاث سنوات التفويض للمحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين في انفجار سيارة ملغومة في عام 2005 ومحاكمة المتهمين. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة إن التفويض الجديد للمحكمة يبدأ في أول مارس القادم، مضيفا أن اتهامات بالقتل وجهت إلى 5 أشخاص. وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية أنذاك بعد اغتيال الحريري للتحقيق في الأحداث المحيطة بعملية الاغتيال. وختم لهذه النشرة، نذكركم بأهم ما جاء فيها من أنباء. السيسي يتبادل التهاني مع قادة العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، ودار الإفتاء تعلن تبنيها لدعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني. رئيس النيجر يطالب بتدخل دولي في ليبيا، والحكومة الليبية تسيطر على حرائق خزانات النفط بميناء سدرة.
الفلسطينيون يسلمون رسميا وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى 17 معاهدة دولية أخرى. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية نشرة العاشرة صباحا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.